ادخل يلا. اديني عملت عبيط وجيت معاك اهو، بس دماغك ما تسرحش لبعيد. خش يا عم الحويط، ما تخافش يا اخويا ما بعضش. انت تعمل اللي يجي على دماغك يا واد. قلنا ما بعضش. طب ما تسيب الباب مفتوح. طيب يا عم الجيران تشوفنا. ادخل. حلوة الشقة. تمليك؟ وهو ابويا هيشتري تمليك لبنات برضو. ايجار يا اخويا، بيحوش عشان يجيب العظم الفيلا اللي نفسه فيها. امال ايه؟ مش ظابط؟ وانت يا اخويا ما فرحتناش بيك كده وطلعت دكتور امين شرطه عثمان. تعال نصيب مشيها حسد. تصدق يا واد عزيز اللي حسدوك دول عندهم نظر. يا واد ما تخافش مش هحسدك، ده انا بحسد نفسك ان انت معايا. اوعى يكون ابوكي هرش الخن ده، نروح في ده نلبس اسود احنا الاثنين. ابويا مش حاسس بحد غير عاصم. تعالي. هو انت مؤاخذه يعني بتكرهي ابوكي؟ هو بصراحه ربنا يكرهك. انا اللي يكشف ستري ويهني امرمطه واطلع عين امه. انما اللي يخلي باله عليا ويدلعني احط جوه عينيا من جوه. طب وجوزك؟ ما بحبوش ولا بكرهه. هتقول بتعمل الحبتين دول ليه؟ هقول لك عندي شويه ترلالي. ما تركزش معايا. تعالى بقى. انت عماله تشدي فيا ليه من الصبح؟ يا واد عايزه افرغك بقيه الشقه. عايزه اروح دوره الميه. طب انا كنت هوديك. تعالى. ايه يا زيزو؟ عايز اروح دوره الميه مش عايز دي. يا عم استنى دي جميله. ايه يا زيزو في ايه؟ دي اوضه النوم عادي يعني. حلوه جميله قوي. فرجيني بقى على المطبخ. مش في انا مطبخ في هفرجك على كله بس مش كده. انت عرب الله. هو في ايه؟ في محشي ورق عنب اسخن لك. ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ الكسف شويه خافي، خليني احس انك انثى. خافة من شيء ما. بيت امك زيزو. بس خد بالك انت كده كشفت سري وعرفت الخن. انا لا كشفت ولا كنت عايزه اتنايل على عيني اعرف اي حاجه. انت اللي جبتني هنا يا عم. وما ناديش عليك وتعمل لي فيها اهبل ومش واخد بالك. اسمعي بقى يا بنت الناس، انا لو وعدتك بحاجه ولا خليت بيكي ولا عملت حاجه معاكي من اصله. يا سيدي انا اللي جريت وراك، انا اللي دحلبتك. يا دي النيل عليا، انا باينني هحبه زي لبنى ولا ايه؟ اوه ما تشيلي بقى موضوع لبنى ده من دماغك. لبنى دي زي اختي، وبعدين ابوها راجل طيب. يا واد الكلام ده ما بيقضش معايا. انت هتضحك عليا؟ اما اقول لك بتحبها يبقى بتحبها وبتموت فيها كمان. يا واد خلينا صراحه مع بعض، ده احنا الجوز غلابه. خلينا نبقى مفضفضين كده ونحكي. ها قلت ماشي. ايه ماشي، بس وعديني بقى ان الربع الضارب اللي في نافوخك ده ما يهبش عليا عشان الصحوبيه نحافظ عليها. مش هيهب. تعالى. مش لما ابص بره الاول. اديني حاجه لله اتعشى. ده انا زي ما انت شايفه مكسح. اما انت بقى عليك جوز كوارع. وحياه امك لا مكسحات بجد عشان تقضي بقيه عمرك زحف وتستحق الشفقه عن حق. ست سناء وربنا ما كنت اعرف انك انت. انت مقضيها عامه زي ما انت مقضيها زحف يا واد. صدق ان انا اللي هربيك. ايه يا واد انت وهو في ايه؟ ما كل واحد يروح لحاله. ابوس ايدك بلاش توديني للمعلم شرشاف. لما انت خايف من الضرب عامل فيها ابو الرجاله وبتعاكس نسوان الشارع ليه؟ الواد ده سرق منك حاجه؟ هو يقدر بس بربيه عشان ما يبصش لاسياده بعد كده. طب صلي على النبي بس عشان ما تعمليش فضايح. مش عايزين لمه. انا حاسه اني ما اسيبوش قدام المعلم الشرشاف. انا هجيب لك حق. خلاص ابوس هتجيب حقي منه؟ سيبيه لي بقى يا سناء بقى. ما تعملناش فضايح بقى. ابوس ايدك كلها اتلمت. يلا يا حبيبي توكل على الله توكل على الله. يا ده انت اللي بتعمله ده يا جدع. ايه اللي بتعمله ده؟ حد يقع الوقعه دي؟ لا حد يقع الوقعه. لا ده انا كده عمري ما هسامحه في يوم الاسود. يا ستي قلت لك استني بقى، انا هجيب لك حقك على جنب كده. ماشي يا زيزو اعمل فيها اللي يرضيك والنبي. كتير الحنية دي يا زيزو. يلا يا جدعان كل واحد يشوف مصلحته. اتفضل يا اسطى توكل على الله توكل على الله. يا معلم شرشابي. يا معلم شرشابي. الحق يا معلم. بنتك سناء اما تتخانق في الشارع. سناء سناء يا معلم. اتفضل يا معلم. يا فين يالا الخناقه دي؟ اهي بحسيش جايه من هناك. اهي يا معلم انت ابوكي واقف الله يخرب بيتك. جايه من هناك مفيش اي حاجه يا معلم.
الحمد لله كله تمام. انت يا بنت كل ما تنزلي في اي حته تعملي لنا مشاكل يا معلم. اصل الواد مرق عليك. انا عايز اعرف ايه. انا عايز افهم يعني. يعني الواد يعاكسني وما اتكلمش. ما انت عامله له كده لازم يعاكسك يا معلم. ده هو الواد مرق عليك. نزلك اساسا. هو انت على طول منظري مش عاجبك. هو اللي فازل عليه. ايوه مش عاجبني طبعا. ايه عايزه ايه؟ ما تقول لنا احنا نجيب لك اللي انت عايزاه. يا معلم ما يصحش. يا معلم احنا قدام المعرض ما يصحش. انت مال اهلك انت؟ واحد وبنته بيتكلموا. تتدخل ليه؟ ده موضوع عائلي. خور ياد من هنا يالا. ماشي. وانت كمان خور اطلعي لام. يعني مش هجيب الدواء لامي؟ هجيب انا الدواء لامك يا رب يكون سم هاري. اطلعي يالا. يلا يلا بنت. خوري جاتك داهيه. مش كفاياكي وقفة الشباك دي؟ لا وبسم الله ما شاء الله جابونيز. ابوكي مش قالك بدل المرة ألف ما تقفيش في الشباك وإلا حيطين عشتك؟ يا دي النيلة عليا وعلي جابني بدري. خلوني عادة وقفت الشباك المعافي. اقعدي هنا وتلقاحي واسمعيني عادل. شوف يا بنت اما اقولك انت قطعتي قلبي حرام عليك. كفاية عليك يا بنت. كفاية البلوة السودة اللي عملتيها في ابوكي وكان حيولع فيك. يا بنت تلمي. يا بنت عيب. يا بنت كلام الناس كتر وجوزك في السجن. اهو ديكي قلتيها جوزك في السجن وانا تعبت وعايزه اطلق. نعم يا روح امك. ايه عادي ما فيهاش حاجه. هتطلق للضرر اللي فيها. لا ما فيهاش. بس ابوكي طلب منك كذا مره انه يطلقك منه وانت اللي كنت بترفضي. ممكن افهم بقى ايه اللي اتغير؟ اهو انا بتغير كده وخلاص. وبعدين انا كنت ساعتها متخانقه مع ابويا ومعنده معاه. اقول له ازاي؟ مش لازم اقول له لا وانقطه؟ ومش هو اللي ساجن جوزي؟ اقول له ازاي ياما؟ هتقولي له ولا اروح لمحامي يطلقني؟ خلاص على راحتك. بس اقطع دراعي من الحته دي. اما كنت يا بنت شايفه لك شوفه وناوي على خراب بيتي. ليه ياما؟ كل ما اكلمك تقولي لي ناويه لي على هبابه. مش معقول هيهون عليكي يعني ياما لما شباب يروح حضر وانا مستنيه المخفي يطلع من السجن. يعني انا ماليش نفس اجيب لي عيل ولا اتنين واقعد اربي فيهم؟ ياما حرام عليكي. ولا البيت ده اللي يموت فيه ويموت وكانه كلب خشب. كلب خشب؟ انت يا بنتي بتجيبي الكلام ده منين؟ من بقي. هتقولي له يطلقني ولا شوف لي اتنيل لي حته؟ لا يا اختي قولي له انت. هو انا استجرى اقول له ياكلني قلمين ولا يرمي عليا يمين طلاق؟ قولي له يا حبيبتي واستلقي وعدك منه لما كلامك ما يعجبوش. طب هقول له. هقول له بالعند فيكي وان شاء الله حتى كلامي ما يعجبوش. هتصرف. ما انا زهقت ياما.